الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أداب السفر، قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، وتسبيح إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، أي رجع من الحج والعمرة، قال: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، والفدفد هو المكان الغليظ المرتفع، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. في رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر، فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث كلها تبين هذه المسألة، وهي أن من السنة إذا سافر المسافر أنه يكبر في الصعود ويسبح في النزول، في كل صعود يكبر وفي كل نزول يسبح. والمناسبة في هذا كما ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا اعتلى وصعد الثنايا والجبال فإنه قد يرى في نفسه علواً، فيتذكر علو الله عليه وأن الله أكبر منه، فيقول: الله أكبر. أما إذا نزل فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى عن السفول وعن النزول بما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه هي المناسبة التي ذكرها أهل العلم. وهل هذا خاص بالسفر أم هو عام في السفر والحضر؟ عامة أهل العلم على أن هذا خاص بالسفر، أي أنه إذا سافر يكبر في الصعود ويسبح في النزول. أما في الحضر فيستوي التسبيح والتكبير والتهليل في الصعود وفي النزول، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في الحضر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم إذا سافروا أو هو سافر يفعل ذلك، فإن هذا من السنة. لذلك بعض يعني المسائل المعاصرة، يعني هل إذا صعد المصاعد والسلالم هل يكبر وإذا نزل يسبح؟ يقال على هذه المسألة كما ذكرنا أن عامة العلم أن هذا في السفر لا في الحضر، فلا يفعل هذا في البيوت ولا يفعل في الأسواق كما فهم بعض الناس أنه إذا صعد المصاعد أو السلالم ثم نزل يكبر وإذا نزل سبح. يقول: هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي البيوت، وإنما كان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة أنه كان يقول: لا إله الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أيضا هذه من الألفاظ التي تقال عند الرجوع من السفر زيادة على ما ذكرنا في الباب السابق. ولكن هنا الزيادة قال: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهل هذا عام في كل سفر أم هو خاص إذا رجع من الجهاد أو من الحج أو العمرة؟ بعض أهل العلم خصصه بما ورد في الحديث، وبعض العلم قالوا هذا ذكر بعض أفراد العموم الحج أو العمرة أو
الجهاد، لأن هذا غالب جهاد، هذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا غير هذا ولم يفعل لقيل لا يقال هذا إلا في الحج والعمرة والجهاد، ولكن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم إما حج وإما عمرة وإما جهاد في سبيل الله. فيؤخذ من هذا أن مثل هذا الدعاء يقال سواء كان الراجع من السفر والعائد من السفر من حج أو عمرة أو من جهاد أو من غير ذلك، فإنه يقول هذا ولا بأس إن شاء الله. ثم قال رحمه الله هنا في حديث أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، فأوصاه النبي ولم بالتقوى، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وهنا الفائدة في هذا الحديث أهمية هذا الذكر وهذه السنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بهذه السنة، وهو أن يكبر عند كل شرف، يعني كل عند ارتفاع، فدل على أن لهذه السنة مكانة، وهذه السنة يغفل عنها اليوم كثير من الناس. فأنت في سفرك الآن كم كبري يعني تصعد فوقه وتنزل بعده، وكم جبل تصعده ثم تنزل بعد ذلك، كثير هذا في السفر، الأسفار ما تخلو من هذا سواء كانت بعيدة أو قريبة، والصعود سواء كان صعودا عاليا جدا أو صعودا أقل من ذلك، المهم أنه يسمى صعود، والنزول المهم أنه يسمى نزول سواء كان شديدا أو قليلا. فالمسلم يحرص على هذه السنة، خاصة أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. قال فلما ولى الرجل يعني ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وهذه من السنة التي قد يغفل عنها بعض الناس، وهي الدعاء للمسافر بمثل هذا الدعاء، أن تدعو للمسافر. نعم المسافر يقول هذا الدعاء اللهم اطوي عنا السفر والبعد كما جاء في الحديث، لكن أيضا يستحب لمن لم يسافر أن يدعو للمسافر بهذا الدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. متفق عليه. وهذا حديث عظيم فيه من الفوائد الكثير، منها أن السنة إذا كانت تؤدي إلى ضرر فإنها لا تفعل. فهنا هؤلاء الصحابة كانوا إذا أشرفوا على واد هللوا وكبروا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ارتفاع أصواتهم خالف السنة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء وأنكر عليهم شيء. وهذه قاعدة عامة أن السنة تقدر بقدرها وتفعل على هيئتها وحقيقتها، فإذا زاد صار منكرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذا الفعل وهو التهليل والتكبير والتسبيح، قال ولكن أنكر عليهم ارتفاع الأصوات. وهذا يؤخذ من في جميع الذكر، الذكر إذا كان فيه تشويش أو فيه مشقة بأن ترفع الصوت عاليا إلا في المواضع التي وردت فيها السنة أنك ترفع الصوت فيها عاليا فإن هذا لبس، مثال ذلك التلبية في الحج والعمرة، فإن هذا ورد فيه رفع الصوت للرجال، وكذلك الأذكار التي بعد الصلاة ورد فيها رفع الصوت، في المواطن التي ورد فيها رفع الصوت لا بأس من رفع الصوت، أما المواطن التي لم يذكر فيها رفع الصوت فإن الأصل في الأذكار مطلقا عدم رفع الأصوات، هذا هو الأصل في الذكر، إلا إذا ورد حديث يدل على رفعه في مكان معين أو في زمان معين، فهنا يرفع كما جاءت السنة. وأيضا رفع الأصوات يختلف من سنة إلى أخرى، فمثلا رفع الصوت بعد الصلاة ورفع الصوت مثلا في التلبية في الحج والعمرة يختلف عن مثلا رفع الصوت بالاستغفار في المجلس كما كان النبي يفعل أحيانا من أجل التعليم ومن أجل الاقتداء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أحيانا بالاستغفار ليس كرفع مثلا في التلبية، فتختلف السنة قدرا وهيئة. ومن فوائد أيضا هذا الحديث أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة منكم لا تدعون لا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وهذا رد على أهل الباطل من المعطلة والممثلة، فإنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدعون أصم، يعني لا يسمع، هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا غائبة فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، مطلع على كل أمور، مطلع على السر والعلانية. فالله سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والعلن، فلا يغتر المرء بالستر الذي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فهنا قال فإنكم لا تدعون صم ولا غائبة إنه معكم، وهنا الإثبات المعية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والمعية معيتان، معية عامة، معية الإحاطة، معية الإحاطة بالخلق، فلا يخفى على الله شيء لا من فعل ولا من قول ولا من خطرات قلوب ولا من نظرات عيون، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهذه معية عامة مع الخلق أجمعين، معية الإحاطة. والمعية الثانية هي معية القرب والتأييد والنصر، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين وللمتقين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سميع قريب، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى، وقريب قريب وهو في علوه سبحانه وتعالى. وكل هذا فيه إثبات الصفات لله والأسماء على ما يليق بجلاله جل في علاه سبحانه وتعالى. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mm